الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو لقيت النجيلة كده حضرتك ما تقصهاش. هنشوف دلوقتي حضراتكم النجيلة دي مشكلتها ايه وما ينفعش نقصها ليه. النجيلة دي ما شاء الله لا قوة الا بالله خضرة وطويلة ما شاء الله، ولكن الصبح بدري كده ما ينفعش تقصها. شايفين انا بمشي ايدي حضراتكم على النجيلة فلقيت ايدي مبلولة، فما ينفعش تتقص وهي مبلولة، خاصة ان هي ما شاء الله لا قوة الا بالله خضرة وطويلة شوية. هنشوف حضراتكم مع بعض ايه المشكلة. النهاردة الصبح كنت بمر على مكان اللي احنا فيه ده اسمه الشروم، فلقيت الفني اللي هو بيقص النجيلة شغال، ولكن شغال والموضوع تعبه شوية، فقال لي النجيلة صعبة والمكنة ما بتلمش كويس. فانا قلت له وقفها دلوقتي وقص حاجة تانية لغاية لما الشمس تطلع والحرارة تزيد، المية اللي على النجيلة دي تنشف. دي ندى اللي هو بينزل يعني الصبح كده بدري، فما ينفعش نقص النجيلة وهي مبلولة اما من الندى او كنت فتح مية، خاصة ان هي خضرة وطويلة. هنقرب اكتر حضراتكم ونشوف المشكلة. شوفوا ما شاء الله لا قوة الا بالله، النجيلة خضرة ما شاء الله، ولكن هنوري حضراتكم بقى المكنة وهي بتقص ايه اللي بيحصل. هو هنا الفني ما شاء الله لا قوة الا بالله شغال، بس احس ان هو شغال بصعوبة شوية وبيروح ويجي. يعني بيروح ويجي على الخط اللي هو فيه ده. ليه؟ لان المكنة ما بتلمش، الصندوق ما بيتحطش فيه نجيلة كتير. شوف حضراتكم هنا، وطبعا قلت له وقفها هنا وخلينا في مكان تاني. شوفوا النجيلة ما بتتلمش، شايفين؟ فاللي عايز اقول لحضراتكم ان احنا لو النجيلة طويلة ووقت صبحية ولقيت عليها مية ما تقصهاش، ولكن استنى لغاية لما الشمس تطلع والجو يسخن وبعدين تقصها. ليه؟ علشان ما يحصلش معاك مشكلة زي اللي حضرتك شفتها دلوقتي. في النهاية نتمنى ان الفيديو يكون عجب حضراتكم، وان شاء الله تستنونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.